من بيروت تنضم إلينا ماري سالم، محللة مالية في اقتصاد الشرق. صباح الخير ماري، يعطيكي ألف عافية. بداية دعينا نبدأ من تحركات الأسواق الخليجية صباح اليوم. حتى الآن لا يزال هناك تحركات ضيقة، على الأقل هذا ما تبعناه قبل قليل، ولكن لا يزال السوق القطري في الواجهة، وهذه التراجعات التي كنا قد ناقشنا جزءا أو بعضا منها يوم أمس، إلى أي مدى من الممكن أن تكون ضاغطة هذه الموجة البيعية على السوق القطري في هذه المرحلة ماري؟ صباح الخير نور، يعطيك ألف عافية. يعني فعلا يمكن الأبرز هلأ اللي عم نطلع عليه هو نتائج الشركات اللي عم تصدر، وكمان الأداء تبع السوق القطري، خاصة أنه عم بيجي معاكس للاتجاهات تبع الأسواق الخليجية الأخرى. اليوم في أكيد بعض عمليات جني الأرباح بالأسواق الإماراتية والسوق الكويتي، ولكن الملفت عم بيكون التراجعات القوية اللي عم نشهدها على المؤشر تبع السوق القطري، وهذا الشيء منه وريد هذه اللحظة. يعني إذا بنطلع حتى على الأداء تبع المؤشر منذ بداية 2023، هنلاقي انه كان في عنا تقلبات جدا قويه خلال هذا العام اللي قطع، وحتى التراجعات اذا بدنا نحكي على المستويات النفسيه اللي هو مستوى ال 10,000 نقطه للمؤشر، الاداء تبع المؤشر كان بشكل انه كان متقلب لدرجه انه هذا المستوى انخرق بالعام الماضي لبدايه هذا العام بحدود العشر مرات. يعني في عنا 10 جلسات تم التداول فيها دون مستوى ال 10,000 قبل ما يرجع يرتفع، ولكن ما قدر انه يستقر خلال هذه الفتره فوق هذه المستويات. احجام التداول بالفتره الماضيه نور كانت عم بتكون شوي ضعيفه فيما يتعلق بالتداولات بالسوق القطري، وهذا بسبب غياب المستثمر الاجنبي والمؤسسات يلي كنا دائما عم نحكي عنه، لانه دائما المستثمرين الاجانب والمؤسسات هن يلي بيعطوا نوع من زخم بقلب الاسواق. اللي عم نشوفه بهذه المرحله هو فينا نقول نوعا ما اتجاه هبوطي بالسوق القطري، لانه بهذه المرحلة اللي عم نشوفها نحن هلأ مع إعلان نتائج، يعني 20 شركة تقريبا أعلنوا عن النتائج تبعهم أغلبهم بنطاق الإيجابي، يعني ما عم بيكون في عنا مفاجآت سلبية بشكل كتير كبير، ولكن تفاعل المستثمرين ما عم بيكون إنلاين مع هذه النتائج اللي عم تصدر. نحن حاليا دون مستوى العشر آلاف نقطة. بالنسبة للمستثمرين هذه المرحلة عم تخلق نوع من مارجن كولز عم تنفرض على المستثمرين، عم تزيد من الضغوطات البيعية. بجلسة امبارح تحديدا التراجع ب 1.5% اجى بالتزامن مع ارتفاع احجام التداول تقريبا بحدود ال 40% عن اللي كنا نشوفه. هذا الشيء عم بيخلق نوع من ضغط اضافي على السوق. يعني وقت اللي نحن بنجي نتابع الاداء اليومي تبع المؤشر هنلاقي انه باغلب الجلسات تبعه كان في عنا تراجعات، ولكن الارتفاعات ما كانت عم بتكون مستدامه. بلشنا العام بارتفاعات، ولكن بلشت سلسلة التراجعات القوية بنسب يعني غير اللي منشوفها مثلا بالأسواق الخليجية الأخرى بنصف نقطة مئوية أو أقل. عم نشوف تراجعات بحدود 1%، 1.5%، 2% في أوقات محددة، وأكبر نسبة تراجع فيها كانت 3%. هذه الضغوطات من الصعب أنه نرجع نشوف منها ارتدادة قوية غير إذا كان في دعم أساسي للسوق. يعني ما بتجي، يعني إذا بدنا نشوف الارتفاع حيكون أكيد في ديب بايرز، ولكن إذا ما كان فيها إلا فاندمنتلز وأساسيات داعمة لهذه الارتفاعات حنرجع نشوف اتجاه هبوطي مثل ما شفنا بال 2023. بهذه المرحلة إذا بدنا ناخذ نحن ال 20 شركة اللي هي أساسا تتبع مثلا بلومبرج للمؤشر، هنلاقي أنه في شركة واحدة فقط هي على ارتفاعات اللي هي قطر للملاحة. قطر للملاحة يعني رغم هذه الارتفاعات اللي عم بتسجلها تقريبا بحدود ال 3% منذ بداية العام، إلا أنه هي كانت عم تتراجع من أعلى مستوى بهذا العام ب 7% تقريبا. يعني تخيل قديش المستويات والتقلبات اللي نحن عم نشوفها على الأسهم بشكل عام بالسوق القطري. قطر للملاحة امبارح أعلنت عن البيانات المالية تبعها، يعني حتى الارتفاعات تبعها اللي كنا نحن عم نشوفها يمكن ما تكون مستدامة، لأنه الأرباح اجت دون توقعات المحللين، رغم انه كان في نمو طفيف يعني على اساسه. ونحن نعرف قطاع الملاحه يعني حاليا عم يتعرض لضغوطات بسبب الاوضاع الجيوسياسيه، يعني حتى الاوتلوك لهذه الشركه او غيرها مثيلاتها بهذا القطاع ممكن انها تكون معرضه شوي لضغط على هوامش الربح تبعها، وهذا الشيء كمان حيزيد من الضغوطات على السوق القطري. صباح اليوم بعدنا نحن عم نعمق الخسائر بالسوق القطري، تراجعات طفيفه لحديت اللحظه، ولكن القطاعات الاساسيه والاسهم الاساسيه هي الضاغطه، وهذا اللي بيخلق القلق بالسوق القطري بهذه المرحلة. أنا أشكرك جزيل الشكر ماري سالم على كل هذه التفصيلات وهذه التحليلات. سنكون معك مرة جديدة في مؤشرات الشرق بعد قليل لمتابعة أيضا أداء الأسواق الخليجية.